السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتساءل في وقتنا الحالي أعزائي، أين ذهب الفراعنة؟ من منهم يقول أقوالا أن الفراعنة يعيشون في وقتنا الحالي ومتوزعون في البلاد العربية، وغيرنا يقول بأن الفراعنة قد ماتوا منذ زمن طويل. ما هو أو ما هي الإجابة الصحيحة؟ أعزائي، بحسب استدلالنا بالقرآن الكريم وباستدلالنا من العديد من المعلومات التي جاءت من مصادر موثوقة، فإن فرعون وجنوده غرقوا في مياه البحر أثناء ملاحقتهم لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ومن أمن معه من اليهود. لكن أين اختفى باقي الفراعنة وأين ذهبت الأسر الفرعونية؟ كما نعلم بأن توزعت إلى بعض الدول المختلفة مثل غزو الهاكسوس في مصر، والغزو الأشوري، وغزو الأخمينيون، وأيضا الغزو اليوناني وغزو الروم. فبالتالي توزعت وتقلصت وتم القضاء عليها ونهايتها.